مرحبا بكم أعزائي طلبة الصف الرابع الابتدائي في الدرس الأول من مادة العلوم للصف الرابع الابتدائي. الكتاب المدرسي عبارة عن وحدات، ولازم نفهم كويس إن كل وحدة بتحتوي على المفاهيم، والمفاهيم دي ضروري جدا إن احنا نفهمها كويس ونحفظها كويس علشان نقدر نكتبها بطريقة صحيحة في الامتحان. طيب، الدرس الأول الوحدة الأولى الأنظمة الحية. زي ما قلنا ان كل وحدة بتحتوي على المفاهيم. طيب الوحدة الاولى الانظمة الحية فيها المفاهيم، او المفهوم الاول هو التكيف والبقاء. وعايزين نعرف ان احنا عشان نعرف معنى المفهوم بنعمل نشاط، من خلال هذا النشاط بنفهم معنى المفهوم. عشان نعرف التكيف والبقاء هنعمل النشاط الاول. نشاط رقم واحد وهو عن سهلية الصحراء. عن سحلية الصحراء، السؤال هو كيف تستطيع السحلية أن تبقى على قيد الحياة في الصحراء برغم من الحرارة الشديدة؟ يعني إزاي بتحافظ السحلية على حياتها في الحرارة الشديدة في الصحراء؟ إيه السلوك أو التصرفات اللي بتعملها عشان تحافظ على حياتها؟ حاول إنك تجاوب بنفسك. طبعا السحلية بتقوم بسلوك معين، سلوك معين يعني تصرف معين يحميها من الحرارة المباشرة. ايه هي؟ بانها بتبحث عن الظل في اوقات الحرارة الشديدة، او تلجأ للظل في اوقات الحرارة الشديدة. تبحث عن مثلا ظل الشجرة، ظل النباتات، بتدخل في الجحور، ظل صخرة معينة. المهم انها تبعد عن الحرارة الشديدة. هذا السلوك بنسميه تكيف سلوكي، بالتغير في سلوك الكائن الحي يسمى تكيف سلوكي. كما يوجد ايضا تغيرات تركيبية في جسم السحلية تساعدها في البقاء على قيد الحياة في البيئة الصعبة، مثل وجود الحراشيف والجلد السميك، ولون الجلد بيكون مماثل للون البيئة المحيطة بيها. ده بنسميه تكيف تركيبي. التكيف التركيبي هو تغير في تركيب جسم الكائن الحي نفسه، لكن التكيف السلوكي هو تغير في السلوك. طيب ايه النتائج اللي هنتوصل ليها او توصلنا ليها من خلال النشاط ده؟ من خلال النشاط ان احنا شفنا ازاي السحلية بتحافظ على حياتها. أولا توجد سمة مميزة للكائن الحي تساعده على البقاء على قيد الحياة. يعني في حاجة بتبقى مميزة في الكائن الحي بتساعده انه يظل حي في الظروف الصعبة. السمة المميزة للكائن الحي ديت هو مفهوم التكيف. يبقى مفهوم التكيف ايه هو؟ هو سمة مميزة للكائن الحي تساعده على البقاء على قيد الحياة. طيب يوجد نوعان من التغيرات التي تطرأ على الكائن الحي للمحافظة على حياته وعلى تساعده على البقاء على قيد الحياة. زي ما احنا شفنا ان فيه نوع من التغير السلوكي، وده بنقول عليه التكيف السلوكي، والنوع الاخر هو تغير في تركيب جسم الكائن الحي نفسه وبنسميه التكيف التركيبي. يبقى النتائج اللي توصلنا اليها هي توجد سمة مميزة للكائن الحي تساعده على البقاء على قيد الحياة، وده المفهوم العام للتكيف. طيب أنواع التكيف، نوعين من التكيف. النوع الأول اللي هو تغير في سلوك الكائن الحي، ده بنسميه تكيف سلوكي، والنوع الثاني اللي هو تغير في تركيب جسم الكائن الحي ده بنقول عليه التكيف التركيبي. يبقى حاول انك انت تحفظ كويس مفهوم التكيف ومفهوم التكيف التركيبي والتكيف السلوكي، تحفظهم كويس وتعرف تكتبهم باللغة العربية كويس. هنحاول دلوقتي ان احنا نطرح اسئلة عشان نعرف اذا كنت فهمت الموضوع ده، والنقطة اللي انت مش عارفها حاول انك تراجعها تاني، توقف الفيديو وتسمعها من تاني عشان تفهم. الاول ادينا هنشوف مع بعضينا، ادي شكل السحلية، هنلاحظ الجلد السميك والحراشيف الموجود على دي سحلية الصحراء. طيب اسئلة على الدرس، حاول بورقة وقلم وتكتب الاجابة بنفسك. السؤال الاول علل او اذكر السبب او بما تفسر، والتلاتة هما نفس المعنى لنفس السؤال. يعني اذا جالك سؤال وقال لك علل او قال لك اذكر السبب او بما تفسر، هي بتكون نفس الاجابة. رقم ألف بيقول علل أو اذكر سبب أو بما تفسر حدوث تغيرات سلوكية للكائنات الحية عند تعرضها لظروف مناخية صعبة.
يعني ليه كانت الحية بتغير من سلوكها في الظروف المناخية الصعبة؟ يبقى بنقول إن التغيرات السلوكية عند تعرض الكائن الحي لظروف بيئية صعبة هو تكيف سلوكي ليتمكن الكائن الحي من البقاء على قيد الحياة في الظروف البيئية الصعبة. يبقى التغيرات السلوكية هو التكيف السلوكي. التكيف السلوكي بسلوك الحيوان، السلوك ده ليه؟ علشان يساعده على البقاء على قيد الحياة. السؤال الثاني، ما المقصود بالمفاهيم التالية؟ رقم ألف التكيف، رقم ب التكيف السلوكي، رقم ج التكيف التركيبي. يبقى بورقة وقلم وانت حاول تجاوب بنفسك، تقول ايه المقصود بالتكيف. زي ما شرحنا ان التكيف هو سمة تميز الكائن الحي لتساعده على البقاء على قيد الحياة في الظروف المناخية الصعبة. لازم نفهم ونحفظ كويس المصطلحات ديت او المفاهيم دي عشان لو ما تيجي في الامتحان تقدر تكتبها صح. رقم ب التكيف السلوكي، طالما لقينا كلمة السلوك يعني ده خاص بالسلوك، يبقى هو تغير يطرأ على سلوك مجموعة من الكائنات الحية. تغير يطرأ على سلوك مجموعة من الكائنات الحية لتساعدها على البقاء على قيد الحياة في الظروف البيئية الصعبة. يبقى التكيف السلوكي هو تغير في السلوك، عشان نقدر نفرق بين التكيف السلوكي والتكيف التركيبي. رقم ج التكيف التركيبي، حاول تكتبها لوحدك، هو تغير في تركيب. طالما تكيف تركيبي يبقى تغير في تركيب الكائن الحي اللي هو تركيب جسمه، وده بيساعده على البقاء على قيد الحياة في الظروف البيئية الصعبة. يبقى نقطة مهمة، لازم نحفظ المصطلحات دي كويس جدا. 3 مصطلحات، التكيف وهو سمة تميز الكائن الحي وتساعده على البقاء على قيد الحياة. التكيف السلوكي هو تغير يطرأ على سلوك مجموعة من الكائنات الحية اللي بتساعدها على البقاء على قيد الحياة في الظروف البيئية الصعبة. التكيف التركيبي هو تغير في تركيب الكائن الحي تساعده على البقاء على قيد الحياة. بالورقة والقلم اكتب السؤال ده وحاول تجاوب بنفسك. السؤال الثالث، اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخطأ، أو ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. رقم ألف التكيف السلوكي هو التغير في تركيب جسم الكائن الحي، دي صح ولا غلط؟ ركز، احنا بنقول التكيف السلوكي، التكيف السلوكي، لقينا كلمة السلوكي. طب هو كاتب هنا ايه؟ تغير في التركيب. احنا قلنا التكيف السلوك هو تغير في سلوك، طالما سلوك يبقى تغير في سلوك مش في تركيب جسم الكائن الحي. يبقى رقم ألف غلط. طب التكيف نمرة به بقى، التكيف هو سمة مميزة للكائن الحي تساعده على البقاء على قيد الحياة. ها الإجابة إيه؟ الإجابة صح. رقم جيم تلجأ السحلية للظل هربا من الحرارة الشديدة للحفاظ على حياتها، وهو نوع من التكيف يسمى تكيف سلوكي. الإجابة إيه؟ ها صح ولا خطأ؟ الإجابة صح. إحنا لسه شارحينها إن السحلية بتلجأ للظل وده تكيف سلوكي. يبقى كده ده السؤال الثالث بالنسبة للنشاط الأول اللي هو سحلية الصحراء. إن شاء الله في الفيديوهات الجاية هنشوف باقي الأنشطة. تابع معايا، وياريت لو عجبك الشرح وعجبك الفيديو تعمل لايك وتعمل اشتراك للقناة. شكرا، والدرس القادم إن شاء الله.